نقوم كل شهر مشاهدينا باستعراض مواهب فنية اتخذت مواد غريبة لتكون المادة الرئيسية في صنعهم لفنهم. واليوم سنتحدث عن فنان روسي اتخذ من الكباسة أو الدباسة أداة لفنه. بهذه الأداة الميكانيكية البسيطة والتي عادة ما نستخدمها لربط وتثبيت الأوراق ببعضها البعض بواسطة الدبوس ذو حافتين حادتين، يقوم الفنان الروسي غلوري زاتيسي بتدبيس آلاف الدبابيس المعدنية على لوحات ليقوم بتشكيل لوحات على شكل حيوانات برية مختلفة. كل قطعة معدنية تمثل شعرة أو قطعة من الوبر لهذه الحيوانات. ويقوم هذا الفنان باستخدام دباسات تختلف من ناحية لون الدبابيس أو شكلها عشان يصل إلى درجة في هذا الفن تخليه ينوع بعمق درجة اللون وخلق الظل. كل لوحة من هذه اللوحات تأخذ ساعات عديدة لتكتمل. ومن الجدير ذكره أن هذا الفنان لا يقوم بالرسم على اللوحة قبل أن يقوم بوضع دبابيسه.